هل الكلام جائز أثناء الوضوء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، لا بأس بالكلام في أثناء الوضوء، ولا يؤثر ذلك على الوضوء، لأن الوضوء لا يشترط له الصمت وعدم الكلام، إلا أن الكلام المحرم والكلام البذيء هذا لا يجوز لا في حالة الوضوء ولا في غيره، أما الكلام المباح فلا بأس به في أثناء الوضوء إن شاء الله. جزاكم الله خيرا.